تم يوم الأربعاء بالرباط توقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنمية قدرات المتعلمات والمتعلمين وإكسابهم مهارات في مجال إنشاء وتسيير وتدبير المقاولات وتهيئهم لولوج سوق الشغل. التلاميذ ديالنا كيتعاملوا مع أطر اللي هما أطر كيخدموا في شركات خاصة وأطر مستوى عالي، وهذا كيعطيهم واحد الفرصة باش يخرجوا من نقولوا من التعليم الى ممارسه، وهذا واحد نقولوا واحد التجربه اللي هي هائله اللي كتخرج الاطار نقولوا ديال المعرفه، ولكن كتعطي كثير ديال المهارات وكثير ديال الامكانيات لهاد الشباب باش يعرفوا بعدا شنو هو ميدان المقاولات. هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه مهمه لانها هي فرصه اللي كتعطي للشباب داخل يعني منظومة ديال التربية الوطنية، وكذلك سنوسعها بالنسبة للتكوين المهني من أجل يعني الاشتغال على ثقافة المقاولة. وتسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز الروابط بين مؤسسات التربية والتكوين والمقاولات من أجل تسهيل انفتاح المؤسسات التعليمية على عالم الاقتصاد وسوق الشغل وتوفير الفرص لرجال الأعمال لوضع تجربتهم رهن إشارة المتعلمات والمتعلمين. بفضل هذه الاتفاقية سنقوم إن شاء الله بتوفير هذه التجربة في 16 إقليم ناحية ريجون في المغرب، من الجويرة إلى طنجة إلى وجدة إلى جميع أنحاء المغربية، ونحن نريد أن ننوه بهذه الشراكة لأن كما ينص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكليم والتكوين يلح على انفتاح المدرسة على محيطها. وبموجب هذه الاتفاقية تتعهد الوزارة بالسماح لجمعية إنجاز المغرب بالقيام بالتقييمات اللازمة للبرامج وتقويم التلاميذ بشكل فردي في المصوغة الخاصة بالثقافة المقاولاتية.